اهلا بيكم معنا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. النهارده حلقتنا مخصصه للمكرونه. مفيش حد ما بيحبش المكرونه كبير وصغير. اي حد عايز يستخدم مكرونه الشوفان، مكرونه الجلوتين فري، المكرونه البني، يقدر يعمل كده في كل الوصفات. كمان المكرونه ممكن استبدالها بالرز او الشعريه او اللسان عصفور او الفريك، القمح او البرغل، كل دي بدايل للمكرونه برضو لو انتم مش عايزين تستخدموا مكرونة. عشان نعمل المكرونة بالسبانخ هنحتاج مكرونة هنكون سلقينها أو بنسلقها وقت ما بنعمل الصوص، محتاجين زيت زيتون وزبدة، فراخ مخلية ومتقطعة شرايح شاورما، ملح وفلفل، بهارات إيطالي. ارجعوا للحلقة بتاعة البهارات هتلاقونا عاملينها، أو استخدموا أي ميكس بهارات أنتوا بتحبوه، وهي طبعا بتتباع عند العطارين وفي السوبر ماركت لو عايزين تجيبوها جاهزة. عندنا كمان ثوم مفروم، عندنا سبانخ مفرومة فريش، وعندنا طماطم مجففة. طيب بالنسبة للمكرونة فاحنا أخدناها في مية مغلية وملح. عندنا مكرونة مسلوقة، استخدمنا احنا القلم اللي هي في مصر بنسميها الفرن عشان دي اللي بنعمل بيها مكرونة الفرن أو البن يعني، والتشادر المبشورة والكريمة. طيب بالنسبة للكريمة ممكن نستبدلها بلبن ودقيق. بالنسبة للجبنة ممكن نحط أي نوع جبنة سواء موتزاريلا أو فلامنكا أو تشادر، وممكن كمان نستغنى عنها لو أنتوا عندكم مشكلة معاها. بالنسبة للمكرونة فإحنا سلقناها في مية مغلية فيها ملح، بعد كده عشان إحنا بنستخدمها بعدها بفترة حطينا عليها معلقة زيت. أما لو أنتوا تستخدموها على طول مباشرة فطبعا لا تشطفوا المكرونة ولا تحطوا عليها زيت. طيب الفراخ جبنا الصدور مخلية من الجلد والعظم، أو إحنا خليناها من الجلد والعظم وغسلناها بمعلقة الطحينة وليمونة معصورة، والقشر بتاعها كمان اتحط مع الفراخ، ورشة من الجنزبيل الباودر. نقعناها نص ساعة، بعدين شطفناها كويس جدا ونشفناها كويس جدا، والتنشيف مهم جدا جدا جدا. بالنسبة للطماطم المجففة فممكن تجففوها في الاير فراير أو تجففوها في الفرن أو تجففوها في الشمس. بعد كده بنحطها في زيت، يفضل زيت زيتون طبعا، ممكن بس كده، وممكن تحطوا لها رشة ملح ليمون لو عاملين كمية كبيرة، ممكن تحطوا لها توم للنكهة، ممكن تحطوا لها روز ماري أو زعتر للنكهة، ممكن تحطوا لها ريحان للنكهة. كل دي حاجات بتبقى لطيفة جدا معاها. لو عندكم كمية كبيرة يبقى هتتشال في برطمانات معقمة وتتحط في التلاجة علشان ما تبص منكم. يلا بينا نقول بسم الله. انا سخنت الووك كويس قوي قوي قوي، هاخد معلقة الزيت، هاخد الفراخ اللي احنا مقطعينها شرايح. بسم الله، مش هحتاج الكمية دي، هحتاج نصها بس، والنص التاني هيتشال مغسول في الفريزر ينفعنا الأكلة تانية. فلفل أسود، ملح، بهارات إيطالي، ثوم، تقليبة، الطماطم المجففة طبعا بتتباع في السوبر ماركت برضو في برطمانات لو انتوا حابين تشتروها جاهزة. ممكن تجففوها كمان في المايكروويف. وبعدين بنزل السبانخ، وطبعا كالمعتاد السبانخ تتغسل كويس جدا، تتنشف كويس قوي. السبانخ لما ما بتتنشفش بتبوظ فخلوا بالكم. وبعد كده بعد ما تتغسل كويس قوي وتتنشف بنستخدمها على طول،
يعني ما تركنوهاش لانها بتبوظ، تفرموها وتستخدموها على طول طازه بطازه كده. اللي حابب بقى انه يخزن سبانخ، لان احنا داخلين على الشتاء وداخلين على الموسم بتاع خضار الشتاء، يبقى هتجيبوها تغسلوها تنشفوها وتفرموها، بس الفرمه بتاعه السبانخ اللي بتتخزن بتبقى اكبر شويه من السبانخ الفريش اللي هنستخدمها في ساعتها. بعد كده بناخدها بنقطه زيت او زبده سوتيه سريع جدا جدا، وما بنحطلهاش ملح، وبعدين نقوم حاطينها في اكياس وشايلينها في الفريزر. دي افضل طريقه ليها، وطبعا سوتيه سريع جدا على نار عاليه علشان ما تتبلش وتسود منكم. عصره ليمونه بدل الملح، ونكيس بعد ما تبرد طبعا ونشيلها في الفريزر. بتطلع تقدروا تستخدموها في اي حاجه انتوا عايزينها، سوتيه خضار، تقدروا تعملوها بالصلصه زي ما انتوا عايزين. كده احنا تمام. ننزل بقى الزبده، انا سبتها للاخر عشان نكهتها تبقى فريش وواضحه. ننزل شويه الكريمه او اللبن بالدقيق او الصلصه لو انتوا عايزينها بالصلصه، او كريمه وصلصه لو انتوا عايزينها بينك صوص، زي ما انتوا عايزين. عايزينها بس سوتيه كده وتحطوا معاها شويه ميه من ميه المكرونه، ولا تحطوا لبن ولا كريمه ولا صلصه، برده ممكن وبرده هتبقى لذيذه قوي. وبعدين ابتدي انزل المكرونه عشان اخدها لفه كده مع الصوص جوه الوك، رشه فلفل اسود، رشه ملح، رشة جبنة، شريحة جبنة عندكم وتبشروها أو تضربوها في الكبة، مش أكتر من شريحة للكمية دي كلها. تقليبة وبس خلاص. وجبة متكاملة هتتعمل في يوم غدا لوحدها بدون أي حاجة جنبها وشكرا. واتعملت في تقريبا كله على بعضه ربع ساعة. هتكونوا في حلة على النار فيها مية سخنة وملح بتسلقوا فيها المكرونة، هتشيلوها بالمغرفة على الصوص بعد ما هتكونوا عملتوه. المكرونة بتاخد 10 دقايق سلق تقريبا، والصوص هياخد نفس ال10 دقايق بالتقطيع بكل حاجة، وهيبقى جاهز تشيلوا ده على ده والموضوع خلص. اللي هياخد وقت فعلا في الوصفة دي، الحاجة الوحيدة اللي هتاخد منكم وقت، هي غسل وتقطيع السبانخ فقط. بقيه الحاجات كلها ما فيهاش اي وقت خالص. فاشتغلوا كله مع بعضه. عقبال ما اغسل الفراخ بتاعتي، غسلتها حطيتها على جنب منقوعه في الطحينه والليمون والجنزبيل، هقوم جايبه السبانخ نقعاها في ميه، معلقه خل، رشه ملح ورشه سكر، واشيل العنقود بتاعها وانضفها كويس الاول تحت الحنفيه، وبعدين انقعها، بعدين اشيلها اشطفها كذا شطفه لحد ما الاقيش طينه خالص واقوم فرماها. تمام. في الوقت ده هكون فرمت الطماطم، ضربت حته الجبنه والمكرونه على النار، هتلاقوا خلاص الموضوع كله خلص مع بعضه في نفس الوقت. تمام. كده احنا خلصنا، هنغرف المكرونه، نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل بقيه اصناف مكرونتنا. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى نعمل مكرونه برضو هندخل فيها السبانخ، هندخل فيها الافوكادو، هندخل فيها عين الجمل. طيب انا عارفه انه ممكن حد يقول دلوقتي الحاجات دي اميره مش متوفره قوي، غاليه قوي كذا. احنا بنوريكم افكار والكميات مش لازم تبقى كبيره، والوصفه دي بالتحديد ما هياش وصفه هتتعمل كل يوم، يعني ما هياش وصفه المكرونه بالصلصه اللي احنا بنعملها كل يوم جنب اي اكل موجود، او جنب سلطه وبطاطس محمره ونقضي اليوم. هي مختلفه شويه ولكن هي مفيده جدا، ممكن نحطها في بالنا نعملها مرة كل فين وفين. عشان نعمل المكرونة بصوص الأفوكادو
محتاجه مكرونه سباجيتي مسلوقه، ومحتاجه افوكادو مقشر ومتقطع، معصور عليه عصره ليمون عشان ما يسودش، ثوم مفروم، سبانخ مفرومه فريش، زيت زيتون وعصير ليمون وملح وفلفل، وطماطم تشاري انصاص او طماطم عاديه متقطعه مكعبات صغيره، عندي عين جمل محمص، وعندي بقدونس. عندي ووك بتسخن على النار كالعاده. تعالوا بقى هنا في الكبه نحط زيت زيتون، نحط كام وحده عين جمل كبشه قد 10 وحدات تقريبا، نحط عصره ليمون، ما نكترش لان حاطين اصلا على الافوكادو ليمون، واحط الافوكادو هنا، ويفضل طبعا انه يكون مستوي قوي، اللي هو بقى ايه خلاص انتوا مش عايزين، مش هتعرفوا تحطوه في سلطه، تحطوه يا اما في عصير يا اما في صوصات زي كده. هحط معاه الثوم، هحط معاه السبانخ، هضربهم مع بعض، وهزود لهم نقطة مية سخنة بتغلي من الكتل أو من مية سلق المكرونة. شوفوا أنا لما في البيت باجي أصفي المكرونة، سواء كنت هستخدم المكرونة في ساعتها بجهز للغداء أو للعشاء، بعمل إيه؟ بجيب بولة كبيرة وبحط جواها مصفة المكرونة، وبنزل المكرونة على المصفة، وبعدين أرفع المصفة من البولة علشان ما تسيبش المكرونة في حرارة وملامسة المية المغلية عشان توقف تسوية، وبحتفظ بالبولة دي لحد ما خلص طبيخ. خلصتها خلاص وعرفت ان انا مش محتاجة منها برميها، لكن طول ما انا بطبخ هي معايا علشان لو عاوزت ان انا ازود في اي وقت. تمام، هحط هنا بقى شوية مية مغلية او مية سلق المكرونة زي ما انتوا عايزين. واقفل الكبة وشغلها. يلا بسم الله. عادي، حوادث مطبخية طبيعية جدا. نعمل كده ونكمل عادي. يا عيني بصولي على جمال الصوص، شايفين الجمال؟ رائع. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد معلقه زيت زيتون صغيره في ووك سخنه، هحط معاها طماطم، هحط معاها بقدونس او كزبره او شبت او ريحان، تقليبه واحده كده، وانزل بالصوص الكريمي الفظيع اللي احنا عملناه ده، اللي كله مكونات وكله فايده، واكيد من غير سلاح الكبه. عرفتوا ليه دايما بقول لكم نشيله الاول؟ عشان الحوادث من النوع ده. انزل بالمكرونه، وشكرا. طيب الصوص اللي احنا عملناه بالافوكادو ده انا اقدر اعمله واشيله في التلاجه، يقعد معايا يومين ثلاثه، اعمل بيه المكرونه في اي وقت انا عايزاه، اتبل بيه سلطه في اي وقت انا عايزاه. تمام، المكرونه ممكن اسلقها واشيلها في علبه محكمه الغلق يومين في التلاجه، واستخدمها وقت ما انا عايزاها، انزلها في احطها في مصفى، وانزل عليها ميه سخنه من الكتل في الحوض، ترجع اكنها لسه مسلوقه دلوقتي حالا. فممكن وانا دايما بعمل كده، يبقى عندي دايما علبه رز بالشعريه، علبه مكرونه مسلوقه، وعلب من الصوصات دي، ده على ده في ثانيه بقى عندي اكله. ممكن احط معاهم حته لحمه او حته فرخه متبقيين من قبلها بيوم، ممكن اعمل لهم حته فرخه او لحمه اشوحها او اشويها، ممكن افتح عليهم علبه تونه، فالحاجات دي بتسعف قوي 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 سواء في الثلاجه او في الفريزر. ممكن طبعا
اليوم بيومه. يعني انا بحضر الصبح بدري للنهارده او بحضر من امبارح لبكره واحطهم برضو في التلاجة. في ناس كتير بيكون عندها اطفال رضع بياكلوا من الوقت والجهد، بيبقى الوقت قليل جدا، فكل 15 دقايق فاضيين اخش اعمل فيهم حاجة واحطها في التلاجة عشان تنفعني. في ناس بيكون عندهم اهاليهم كبار في السن، بيكونوا واخدين وقت وجهد واهتمام ومتابعة ومراقبة كتيرة جدا جدا، نوم متقطع جدا سواء كبار سن أو صغار سن، فمش قادرين ان احنا نقف فترات طويلة ونركز. في ناس بتدرس، في ناس بتشتغل، فكل ده بيوفر. طيب حتى لو حد قاعد في البيت وعنده الوقت، أكيد مش عايز يقضي كل وقته في المطبخ، أكيد عنده حاجات تانية أهم بيعملها، ف نسهل على نفسنا وفي نفس الوقت نوفر ان احنا دايما يكون حاجتنا من البيت، فده بيوفر في الفلوس وكمان بيوفر في ان الحاجة تكون مضمونة ونظيفة ومعروف معمولة من ايه ومغسولة ازاي وكده. جميلة جدا جدا وهتعجبكم قوي 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 قوي. وزي ما قلت لكم يعني هي مش من الحاجات اللي هنعملها كل يوم، بس وصفه لذيذه ان احنا نجربها ولو كده مره، ولو مره كل فتره، ولو في عزومه او تجمع او حاجه، تبقى لذيذه قوي ومغذيه جدا جدا. لحد دلوقتي عملنا مع بعض صنفين مكرونه، عملنا مكرونه بصوص الأفوكادو، وعملنا مكرونة بالسبانخ أو بصوص السبانخ، وحطينا معاها الفراخ، حطينا معاها الطماطم المجففة. على فكرة تقدروا أنكم تضربوا السبانخ مع الكريمة في الكبة وتحطوها على المكرونة، فتبقى الصوص نفسه هو اللي بالسبانخ، ودي حيلة بنستخدمها كتير جدا زي ما عملنا في الأفوكادو والسبانخ لكبار السن ولصغار السن، انهم يبقوا بياكلوا حاجة كريمي مغذية بس مش بشرط حاجة بيحبوها قوي. يعني لسه عندنا وصفتين مكرونة ألذ من بعض، بس بعد الفاصل ان شاء الله، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب تعالوا نعمل وصفه شبيهه للوصفه اللي عملناها في الاول اللي هي بالسبانخ والطماطم المجففه، وده ميكس على فكره مع بعضه، كومبو كده لطيف جدا طول الوقت، سواء مع فراخ، مع سمك، مع لحمه او مع مكرونه. طيب استخدمنا في الاولاني فراخ، هنستخدم في ده خرشوف، فاحنا كده عملنا وصفه فيها فراخ، ووصفه فيها افوكادو وعين جمل، وبعدين وصفة اهي فيها خضار بس. اللي عايزة اقوله ممكن كبشة من كل واحد من دول مع كيس من المكرونة يأكل أسرة كاملة، مش لازم الكميات تكون كتير. اوكي طيب، وكل حاجة ينفع نعملها في البيت، يعني الخرشوف لو مش عايزين تجيبوه مجمد استنوه لما ينزل السوق، اللي بيعرف ينظفه يجيبه ينظفه، اللي هيشتريه من الخضري متنظف يشتريه منظف. وبعدين بنجيب مية سخنة بنحط فيها عصير ليمون، كمون، فص ثوم، ملح، ونسلق الخرشوف فيه. دي أفضل طريقة لسلق الخرشوف، وبتوديه في حتة تانية خالص، ولو اتاكل كده سخن كده بإيديكوا عليه عصرة ليمون بيبقى تحفة. بعد كده تقدروا انكم تقطعوه وتستخدموه على طول، أو تشيلوه صحيح في الفريزر فيبقى عندكم مجمد. الطماطم المجففة غالية جدا في السوق، لكن انتوا تقدروا تعملوها في وقت يكون الطماطم سعرها قليل في السوق، وتقوموا واخدين الطماطم عاملينها على 4 أو 2 وتشيلوا من القلب بتاعها جزء من المية، يعني تعصروا بايديكوا كده تنزلوا شوية مية، بعد كده تحطوها في الشمس، تحطوها في المايكروويف، في الاير فراير، في الفرن لحد ما تتجفف، وبعدين تسيبوها 24 ساعة في الهواء في المطبخ. دايما طبعا تكونوا حاطين عليها شاشة او حاجة عشان لا يجي عليها اتربة ولا يجي عليها دبان او اي حشرات او اي طائر كده او اي حاجة. المهم بنرش عليها رشة ملح وبنسيبها تتجفف، وبعد كده بنسيبها في الهواء الطلق في المطبخ 24 ساعة. بعد كده بنجهز لها البرطمانات المعقمة ونحطها فيها. السبانخ
يلا بينا اتفضلوا طبعا. والسبانخ هننقي وقت تكون موجوده فيه في السوق وسعرها كويس، هنجيب نعمل الوصفه وناخدها سوتيه سريع ونشيلها في الفريزر. عشان نعمل الفوتوتشيني بالخرشوف محتاجين مكرونه مسلوقه، احنا اخترنا اللي هي الشرايط دي او اي نوع تاني، زيت زيتون وخرشوف، ده خرشوف مسلوق اصلا او مجمد، تشادر مبشوره، بهارات ايطالي، سبانخ وزيت زيتون. طيب ما عنديش بهارات ايطالي ومش عايزه اعملها ومش عايزه اشتريها، انا بحب الملح والفلفل الاسود بس، تمام، ملح وفلفل اسود وشويه كمون اوكي. عايزين تزودوا له شويه سماء، بشر، جوزة الطيب، كل ده هيمشي وهيبقى حلو جدا. عايزين تحطوا له رشه ريحان هيبقى لطيف قوي قوي، كزبره حلو جدا، وكل ده اللي انا قلته ده يا ناشف يا فريش مفيش مشكله، تمام، يا مجفف يا فريش يعني. طيب سخنا الووك، بسم الله، زيت زيتون، زيت ذرة، زبدة، سمنة، اللي انتوا عايزينه. ننزل السبانخ، ودايما نعمل حسابنا ان السبانخ بتقل قوي في الكمية. ملح، فلفل اسود، بهارات ايطالي، تقليبة، دايما النار عالية ودايما ايدي سريعة، دايما المكرونة في مية وملح بتتسلق وانا بعمل الصوص بتاعها، مقصوصة مخرمة واقوم مطلعة المكرونة على الصوص على طول، وبمغرفة شوربة اخد من المية بتاعة سلق المكرونة كمية السائل اللي انا محتاجاها، يبقى كله جهز مع بعض. عايزين تحطوا لها فص ثوم، معلقتين بصل مفرومين ممكن، بس انا بحاول اني مش كل الوصفات يكون فيها بصل وثوم عشان في ناس كتير بتتعب منهم، لكن اللي عايز يضيفهم طبعا ما فيش اي مشكله. طماطم مجففه، وكل حاجه بتنزل بتاخد وقتها يا جماعه في التشويح من غير ما اجي على السبانخ قوي عشان ما تموتش مني. كوباية مية سخنة أو مية سلق المكرونة، المكرونة، وأقلبهم ياخدوا غلوة مع بعض عشان المكرونة تتشرب من المكونات. واول ما انزل المكرونه طبعا انتوا حافظين وعارفين انه هقوم انا جايبه رشه ملح، رشه فلفل، وبس. عايزين تحطوا جبنة رومي، تشادر، موتزاريلا، فلامانك، بارميجان، لو كمان بتحبوا البلو تشيز او الريكفورد في الوصفة دي تبقى لذيذة قوي بتليق معاها. لو حابين، مش حابين الجبنة برضو ممكن نستغنى عنها. وصفة سهلة وسريعة ومغذية وكمان خفيفة جدا، من الوصفات اللي ما تاكلوهاش وتحسوا ان انتوا اتلكمتوا كده بعد الاكل، لا، وصفة خفيفة جدا. ادي المكرونه بالخرشوف والسبانخ، ممكن نحط لها معلقه جبنه على الوش، شكلها لذيذ كده، تسيح طبعا على طول مع السخونيه بتاعه المكرونه.
في معلقة جوه ومعلقة ايه بره على الوش. وديها بقى عند التقديم. ايه دي هناك كده. عملنا مع بعض تلات اصناف من المكرونة. عملنا بالسبانخ والطماطم المجففة مع الخرشوف، وعملنا السبانخ مع الطماطم المجففة والكريمة والفراخ. والطعم على فكرة هيطلع مختلف تماما، مش زي ما انتم متخيلين ان ممكن الطعم يكون واحد او حتى قريب من بعضه، لا الطعم هيبقى مختلف خالص. دي كريمي والفراخ طبعا مدياها نكهة وكده، والتانية على مزز شوية مع الخرشوف مع الطماطم المجففة. عملنا كمان بصوص الأفوكادو وعين الجمل مع الطماطم التشاري الصغيرة اللي هتديها تسكيرة لطيفة جدا، والأفوكادو هيخليها كريمي قوي قوي. فاحنا كده عملنا فيتوتشيني بالخرشوف، عملنا البني بالسبانخ والطماطم المجففة، عملنا السباجيتي بصوص الأفوكادو الكريمي مع السبانخ برضو عشان ندخل الفايدة، ولسه عندنا مكرونة مش هقولكوا هي ايه، مفاجأة لذيذة قوي 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 وهتعجبكم جدا جدا، وبرضو هي وجبة متكاملة مش محتاجين اي حاجة جنبها. بس بعد الفاصل ان شاء الله استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى نعمل مع بعض مكرونه بالتشيز برجر. ايوه زي ما سمعتوا كده بالظبط، هنعمل مكرونه بالتشيز برجر وتحفه، طعمها حلو جدا جدا ومختلفه ولذيذه قوي، هتعجبكم وهتعجب الولاد جدا. طيب هنستخدم لحمه مفرومه، وهنستخدم توم باودر وبصل باودر، ممكن تخليهم مفرومين فريش لو ما عندكوش باودر، ملح وفلفل. مكرونه مسلوقه، احنا استخدمنا القلم، انتوا استخدموا اي حاجه انتوا عايزينها. عندي جبنه كريمي وعندي جبنه تشادر وعندي كريمه. طيب الكريمه ممكن تبقى لبن وتدوبه معاه معلقه دقيق. الجبنه التشادر اي جبنه بتسيح بتحبوا طعمها، او ميكس جبن بتسيح انتوا بتحبوا طعمها. الجبنه الكريمي اختياري اختياري، بالذات لو هتستخدموا كريمه فهتبقى اختياري خالص، يعني مش لازم مش ضروري. ماشي ماشي. وقع النار، انا هستخدم زيت لان عندي جبنه كريمي وعندي جبنه تشيدر وعندي كريمه، فمش محتاجه سمنه او زبده او كده. عايزين تحطوا زبده حطوا مفيش مشكله، بس انا هحط الزيت لانه يعني اصلا الدنيا عندي مظبطه، فايه مفيش داعي ان انا ازود قوي فيه الدهون. ماشي حطينا معلقه الزيت. عايزين نسوي اللحمه، فنقول بسم الله وننزل باللحمه المفرومه هنا. ده نص كيلو لحمه مفرومه، ممكن يبقى ربع كمان مفيش مشكله. ملح، فلفل اسود، ثوم باودر، بصل باودر، واللحمه ممكن تحطوا لها بصل مفروم كتير عشان تزودوا الكميه بتاعتها، وكمان ممكن تجيبوها فيها دهون هتبقى حلوه مع الوصفه دي، وبتبقى ارخص وما فيهاش مشكله. بالطرف بتاع الاسباتيلا باخد كل اللحمة افرطها عن بعضها كده عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. لو حطينا كمية بصل مفرومة كتيرة هتلاقوا اللحمة دي بقت دبل او حتى تلات اضعاف الكمية، فلطيف جدا مفيش اي مشكلة ومش هتقلل من جمال الوصفة، بالعكس البصل بيدي طعم حلو جدا جدا للحمة. اللي يحب يحط بهارات برجر يقدر يعمل كده، اللي عايز يزود شوية فول صويا مغسول ومنقوع
ويعصره كويس وينزله مع اللحمه ممكن جدا برده، مفيش اي مشكله، بيخديها طعم وبيكتر من الكميه بتاعتها. حلو قوي، استوت اللحمه، باخد بقى شويه كريمه مش كتير، نص كوبايه، معلقه جبنه ومعلقه جبنه كريمي، واقلب. عايزه الكلام ده كده ايه يتجانس مع بعضه. عايزين تحطوا له كاتشب، باربيكيو صوص، مايونيز، مستردة، ممكن زي ما انتوا عايزين. محتاجة اخد غلوة هنا بس مع المكرونة. اي طبعا نوع مكرونة او شكل مكرونة انتوا عايزينه استخدموا. اللي متوفر عندكم، لو نوعية المكرونة اللي عندكم مش أحسن حاجة يبقى يا حبايبي تكتروا المية قوي قوي، وتحطوا معلقة زيت في مية سلق المكرونة وتشطفوا المكرونة بعد السلق، لأن أحيانا بتكون نوعية المكرونة فيها نشا كتير، فلازم نتعامل مع أي حاجة متوفرة عندنا، المهم إن احنا نطلع منها نتيجة كويسة. رشة ملح، رشة فلفل، تقليبة أخيرة، طبق التقديم، أكيد اللي مش بيحب الجبنة الكريمي واللبن أو الكريمة يقدر يحط صلصة، عصير طماطم، طماطم مبشورة برضو هتطلع حلوة جدا، مش هتطلع نفس الوصفة ولا نفس الطعم بس هتطلع تحفة، مفيش أي مشكلة. اللي عايز يحط معلقة صلصة مع الكلام ده كله برضو هتطلع تحفة، مش نفس الوصفة ومش نفس الطعم بس برضو هتطلع حلوة جدا. شوية جبنة وهي سخنة كده عشان تسيح على الوش، بس شكرا. عملنا ايه مع بعض النهارده؟ اول وصفه عملناها مع بعض كانت المكرونه بالسبانخ. بعد كده عملنا مع بعض مكرونة بصوص الأفوكادو. بعد كده عملنا مع بعض فيتوتشيني بالخرشوف. بعد كده عملنا مع بعض مكرونة التشيز برجر.
دي كانت وصفاتنا وأفكارنا للنهاردة اللي بتمنى تكون عجبتكم، وأكيد بتمنى متابعتكم يوميا على سفرة. استنونا.